مشاهدينا الكرام، بنرحب بيكم مرة تانية وآخر وقفتنا الحوارية في حلقة النهاردة من هذا الصباح هتكون حديثنا عن السياحة المصرية، ويمكن إنجاز جديد يمكن حققته السياحة المصرية على المستوى العالمي هو فوز مصر ممثلة في وزارة السياحة برئاسة المجلس التنفيذي لعام 2016 لمنظمة السياحة العالمية. تأكيد هذا الفوز بيجي تكليل لمساعي مصر الأخيرة ومجهوداتها ل عودة السياحة مرة أخرى لسابق عهدها المصري باعتبارها من أهم وسائل أو مصادر الدخل القومي. الوزارة يمكن بذلت بعض الجهود من عام 2014 وقامت بمخاطبة المنظمة للترشح لرئاسة المجلس، وتم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع وزراء السياحة والوفود المشاركين في الاجتماع. فوز مصر أيضا جه خلال اجتماع الدورة 21 للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية واللي عقدت هذا العام تحت عنوان السياحة تعزيز التنمية الشاملة للجميع والتحول الاجتماعي. هذا الاجتماع أقيم في كولومبيا. هنتكلم أكتر عن هذا الفوز وأهميته بالنسبة لمصر في المرحلة القادمة مع الدكتور حسام هزاع عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا. تشرفت. اسمحوا لنا مشاهدي الكرام قبل ما نبدأ حوارنا نروح نتابع التقرير اللي جاي ونرجع لبدء الحوار. في مؤشر على بدء عودة النشاط والحياة لقطاع السياحة، فازت مصر ممثلة في وزارة السياحة برئاسة المجلس التنفيذي لعام 2016 لمنظمة السياحة العالمية، وذلك خلال اجتماع الدورة 21 للجمعية العمومية للمنظمة والتي عقدت هذا العام تحت عنوان السياحة تعزيز التنمية الشاملة للجميع والتحول الاجتماعي بكولومبيا. فوز مصر بهذا المنصب جاء تكليلا للمساعي والجهود التي بذلتها وزارة السياحة منذ عام 2014، حيث خاطبت المنظمة للترشح لرئاسة المجلس وتم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع وزارة السياحة والوفود المشاركين في الاجتماع. وأكد هشام زعزوع وزير السياحة أن فوز مصر برئاسة المجلس التنفيذي للعام المقبل سيكون له بالتأكيد مردود إيجابي على قطاع السياحة المصرية، لافتا إلى أن ذلك يعكس أيضا المكانة الدولية التي تتمتع بها مصر حاليا على المستوى العالمي وقدرتها على التفاوض من أجل العمل على استعادة دورها القيادي بين الدول. مصر برئاسة المجلس بأغلبية الأصوات بعد تأييد من الدول العربية ومعظم الدول الإفريقية التي قامت بدورها بحشد الأصوات، إضافة إلى تأييد معظم الدول الأوروبية والأمريكتين. حصلت مصر على 19 من مجموع 26 صوتا مقابل 6 أصوات لأذربيجان، مما يعكس التكامل بين مصر وتلك الدول من أجل النهوض بصناعة السياحة. ومن المقرر أن تقوم مصر باستضافة إحدى جلسات المجلس القادمة، وذلك بناء على طلب المنظمة، حيث سيتم إعداد ملف عن مكان مصر السياحية يتم عرضه في اجتماع المجلس التنفيذي القادم بإسبانيا في الربع الأول من 2016. وزارة الأوقاف أكدت أن فوز مصر بهذا المنصب والذي يأتي بعد انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي بأغلبية كاسحة يعد اعترافا عالميا بأهمية الدور المصري إقليميا ودوليا. وبحسب معظم خبراء السياحة يعد هذا الفوز بمثابة شهادة دولية لاستقرار الأوضاع في مصر التي تخطو خطوات ثابتة نحو استعادة دورها إقليميا ودوليا على كافة الأصعدة. مرحبا بكم مرة تانية مشاهدينا، وبرحب بضيفي الدكتور حسام هزاع عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة. صباح الخير يا دكتور مرة تانية. صباح النور. أهلا وسهلا. يمكن زي ما التقرير ذكر إن باختصار يعني إن فوز مصر برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية هو يعني ممكن نقول إن هو جايزة على جهود مصر في المرحلة الأخيرة، وبيعطي تفاؤل لما هو قادم في السياحة في مصر. بس يمكن ناس كتير ممكن ما تبقاش فاهمة يعني إيه المجلس التنفيذي اللي منظمة السياحة العالمية، فعايزين نوضح وظيفة هذا المجلس الأول وأهمية حصول مصر على رئاسته.
هو منظمة السياحة العالمية منظمة تتبع الأمم المتحدة، أسست سنة 1974 ومقرها في مدريد في أسبانيا، زي منظمة الصحة في الأمم المتحدة أو أي منظمة تانية. المنظمة دي ليها 26 عضو مجلس وليها أمين عام. فمصر انتخبت ب 19 صوت في العام 2016 كرئيس تنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. أنا آسف، منظمة الصحة العالمية. أهمية منظمة، أنا آسف عشان صوتي، منظمة الصحة العالمية مهمة في أنها بتنقل الخبرات والتقنيات ما بين الدول والأعضاء بالنسبة للسياحة، بتعمل تنمية، يعني جزء تاني بتعمل تنمية للعاملين في قطاع السياحة. المجلس اللي بيبقى مكون ده بيكون من وزارات السياحة أو من الوزراء في الحكومات بتاع الدول العالم كلها. فكون ان مصر تبقى الرئيس التنفيذي لهذه المنظمة، ده منصب كبير جدا بيدل على أهمية مصر كدولة سياحية. غير طبعا غير نقل الخبرات وكده، انا عايز اضيف حاجات تانية، ان السياحة بتبقى يعني بتبقى رسالة كأداة للسلام بين الدول، دي احد الاهداف بتاعت منظمة السياحة العالمية. فده بيدل كله بيبقى بيصب في صالح مصر، ان هي دولة مثلا آمنة، دولة فيها سلام، دولة فيها سياحة. غير كده منظمة السياحة العالمية بتنمي الدول وبتنمي السياحة وبتنمي المشاريع السياحية داخل الدول، وبيبقى فيه إحصائيات وبيبقى فيه سنوية وبروشورات وأوراق و بالنسبة للدول المشتركة في هذه المنظمة. الرسالة دي يمكن كانت هي عنوان يمكن الاجتماع السنة دي، السياحة تعزيز التنمية الشاملة للجميع والتحول الاجتماعي في الدول المختلفة، فيمكن ده تأكيد على الرسالة اللي حضرتك بتقولها. ولكن يمكن مصر في السنين الأخيرة في السياحة تحديدا بالتأكيد مرت بكبوات كتير، كانت بتحاول يعني تستعيد نفسها، ولكن كان دائما ما يحدث ما يعكر هذا وترجع تاني لكبوة. ولكن ابتدت الكبوة دي اعتقد ان هي طبعا طبعا يعني هو احنا تنزاح عن يعني مصر. لغاية 2010 كانت مصر متقدمة جدا في السياحة، بداية من 25 يناير 2011 نتيجة للظروف اللي حصلت والأحداث السياسية، وبعدين في بعض الدول كانت طبقت حظر على مصر وغيرها. فده المنصب الجديد ده نتيجة جهود مكثفة من معالي الوزير ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، قدروا يوصلوا للمنصب ده، ووضع مصر الدولي كمان بالذات بعد ان احنا كسبنا عضوية مجلس الامن غير الدائمة لمدة سنتين مع المنصب ده، ده بيقوي فرص دعم مصر لاستجلاب السياحة وافدة كتير جدا. وبعدين هيقام اكيد مؤتمر في مصر لمنظمة السياحة الدولية، بما ان مصر الرئيس التنفيذي لمجلس منظمة السياحة العالمية، فده برضو هيبقى يعمل زي نوع من الرواج السياحي كتير جدا لمصر، نوع من تكاتف الدول مع بعض في مصر لوضع خطط مستقبلية لتنمية السياحة في كافة بقى الدول بما فيها مصر ومنطقة الشرق الأوسط. احنا طبعا الكبوات اللي مرينا بيها الفترة اللي فاتت أثرت تأثير سلبي على السياحة، ولكن بتبتدي واحدة أو بتبتدي يعني متسارعة الآن، يعني ابتدت السياحة فعلا تصل إلى معدلات كويسة. مصر بتروج سياحة كويس، في حفل عالمي هيقام أو ده من ناحية الترويج برضو، ده بيدل على الأمان، رسالة أمان لمصر، في ممثل عالمي اللي هو فورم مورغان فريمان. مورغان فريمان ده برضو، أنا آسف طبعا في زوري معلش. السلام عليكم. وانا ده طبعا برضو كنت عايز اسال يعني حضرتك عليه، استغلال يعني حدث مورغان فريمان يمكن وجوده في مصر في الفتره الاخيره يمكن اصلي كان اثار يعني بعض الاراء على مواقع التواصل الاجتماعي انه يجب استغلال فعلا وجود هذا النجم الكبير لمصر للترويج للسياحه بشكل كبير، وخصوصا انه موجود في مصر لتصوير فيلم وثائقي بيتكلم عن الأديان، وبالطبع السياحة الدينية في مصر ليها باع كبير وطويل طبعا. وأيضا ظهوره في بعض الأماكن السياحية والتقاطه لبعض الصور في بعض الأماكن السياحية الشهيرة في مصر. ده إزاي نقدر نستغله، ووزارة السياحة تقدر تستغل وجود زي هؤلاء الأشخاص والفيجرز المهمة في دول العالم المختلفة عشان تزود رواج السياحة في مصر؟ هي طبعا وزارة السياحة بتستغل هذا الحدث، الآن احنا طبعا انا في غرفة شركات السياحة، لكن هي بتستغل هذا الحدث وبترتب امورها. طبعا التواصل الاجتماعي، اعتقد النهارده في لقاء مع وزير السياحة هيلتقي مع مورغان فريمان زي أنا في الاخبار اكيد يعني. وده طبعا هيبقى حدث كبير، اي
ممثل عالمي او اي مغني عالمي او اي ايفنت عالمي يعني شركات السياحه، غرفه شركات السياحه، وزاره السياحه، وهيئه تنشيط السياحه بتعمل تنشيط وبتقدر تستغل في الفتره دي والفتره القادمه هذا مثل هذا الحدث للترويج لمصر، لان طبعا بتتابعه كل قنوات العالم، بتتابعه كل احداث عايز اقول كل احداث الميديا او السوشيال ميديا في مصر وفي غير مصر. بس طبعا انا عايز اقول الانسان اللي بيبقى في منصب مسؤولية زي وزير السياحة او رئيس غرفة شركات السياحة بيبقى ليهم ترتيب غير الناس اللي بتكتب على التواصل الاجتماعي او الميديا او كده، بيبقى في ترتيب معين، في خطوات معينة في عشان تخرج بالشكل المنظم اللي يقدر من خلاله يوضح رؤية العالم ان مصر بلد امان. يعني حدثين في نفس الشهر بالنسبة سواء ممثل عالمي ومغني عالمي، وطبعا وزارة السياحة وهي تنشيط السياحة وغرفة شركات السياحة بتستغل مثل هذا الحدث والترويج له عالميا، بيدي رسالة ان الامن في مصر مستتب، وبيدي رسالة برضو ان السياح ينزلوا مصر بلا خوف ومعهم كل امان، بالاضافة طبعا لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية. طيب رئاسة المجلس التنفيذي ايه مسؤولياته؟ بالتأكيد هو ليه مردود ايجابي كبير على السياحة في مصر وحضرتك ذكرته، ولكن ايه المسؤوليات اللي بتقع على عاتق مصر باعتبارها رئيسة لهذا المجلس التنفيذي؟ هي مصر طبعا هتبقى رئيسة تنفيذية هتدير هذا المجلس خلال الفترة القادمة، ولكن هو نقل الخبرات السياحية بين الدول، في خبرات وتقنيات جديدة، في إحصائيات جديدة. يعني مثلا لغاية 2012 كان في حوالي 1.36 مليار سائح، نسب وجود السياح دي في الشرق الأوسط، في الدول العربية، في مصر، في الدول الأوروبية بتتراوح تصنيف الدول سياحيا. الأولى مثلا فرنسا لغاية دلوقتي رقم واحد، فرنسا بيبقى في أول 10 دول سياحية. فهذا المجلس التنفيذي بنستفيد منه في نقل الخبرات أو التنمية المستدامة للمشروعات السياحية، التصنيف أو الحفاظ على البيئة السياحية والبيئة والسياحة المستدامة والمشروعات السياحية المستدامة، وتدريب العاملين وتدريب العاملين وتدريب العاملين في مجال السياحة وإعطاء الخبرات في كل القطاعات للعاملين، دي كلها مدى الاستفادة. وزي ما قلت حضرتك رسالة سلام، يعني السياحة يعني المجلس ده من وظيفته أن السياحة هي رسالة سلام لكل شعوب العالم. فده إحنا مصر طبعا هتستغل حاجة زي كده، بقول لحضرتك في جميع في كافة المؤتمرات والمعارض، وإنه هيقام مؤتمر هنا في مصر أكيد طبعا هينقل خبرات كتيرة وهيدي سمعة طيبة لمصر على في المحافل الدولية كلها. طيب عايز أتكلم مع حضرتك على التسويق السياحي أو التسويق للسياحة المصرية على مستوى العالم. أكيد إحنا لازم نتفق إن حملات ترويج سياحي مصر هي دولة سياحية بالفطرة، فيها كل أنواع السياحة الموجودة يمكن في مختلف دول العالم، السياحة سياحة الآثار، سياحة الثقافة، سياحة الشواطئ، سياحة السياحة الدينية، السياحة العلاجية، سياحة المؤتمرات، فيها جميع أنواع السياحة في العالم. فهل يجب تغيير مفهوم التسويق السياحي في مصر وما نتعاملش مع السياحة في مصر على أنها يعني ماركة واحدة أو تريد مارك واحد، ولكن لكل نوع من أنواع السياحة يتم التسويق دي بشكل منفرد وبشكل أكثر احترافية؟ طبعا ده خصوصا احنا شايفين دول كتير على مستوى العالم يمكن ما كملهاش نفس التاريخ ولا نفس المقومات الموجودة في مصر، ولكنها بتحظى بنسب سياحة أكبر من مصر بكتير. طبعا النقطة دي مهمة، احنا عندنا انواع سياحية مختلفة، سياحة ثقافية، سياحة شاطئية، سياحة علاجية، سياحة دينية. انت قصدك حضرتك السياحة الدينية اللي هي بتيجي مصر، ولا قصدك السياحة الدينية اللي بيخرجوا يحجوا وعمرة؟ لا اللي بتيجي مصر. السياحة الدينية اللي بتيجي مصر طبعا دي انواع وانماط مختلفة، فالتسويق لازم يحدد الهدف. بس في يعني في اربع حاجات اللي هي السيرفيس والسبورت والسيكيورتي والرابع السبورت والسيرفيس والسيكوريتي والبرايس، واخد بال حضرتك السعر. هنا في مشكله نتيجه للكبوات السياحيه، في كتير خفضوا الاسعار بشكل صعب كنوع من التسويق، والمنافسه اعتمدت على انا بتكلم دلوقتي على القطاع الخاص، مش بتكلم على وزاره السياحه ولا هيئه التنشيط ولا غرفه الشركه. فنزول السعر كده على بال ما نبتدي نرتفع بهذا السعر ونرتقي بيه هناخد فتره لغايه ما العمله الجيده
تيجي وتطرد العملة الرديئة. النزول بالسعر وفي التسويق ده مش هو المظبوط، لان احنا لازم نبحث عن بنتارجت الهدف، عايزين هدف معين، احنا عايزين سياحة ثقافية، يبقى لازم نخصص سياحة وما ننزلش بالسعر بس، لا لازم يكون في خدمات تانية زي السيرفيس وكله. فالتسويق ده للأسف بيجي لك نوعية السائح اللي عايز برنامج رخيص، وفي طبعا سياح بيجي لك عشان السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية وكله، بس في نوعية من السياح بتيجي فقط علشان السعر رخيص، فدي مشكلة بتواجهنا الفترة. بس بمجرد التسويق طبعا هيتطلب التسويق في الميديا، السوشيال ميديا سواء بقى زي ما قلنا فيسبوك او تويتر او 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 انستجرام، التسويق في القنوات العالمية، في شركات للبابليك ريليشن، شركات عالمية بي ار بتعمل تسويق كويس جدا لمصر، ودي في حملات ترويجية، في قوافل هتطلع لدول مختلفة، مؤتمرات ومعارض سياحية بتشارك فيها كافة يعني وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة وشركات السياحة، كله بيشارك في هذه المعارض، وده كله نوع من التسويق، لأن في نوعين من التسويق برضو، في خلال انترنت وده بيبقى بي تو سي بزنس تو كلاينت على طول، وفي اللي هو الكونتراكت اللي بيبقى احنا وكيل وترافل ايجنت لشركات اجنبيه بره. نعم. فده بيختلف عن ده بيتطلب دايما حضور مستمر في المؤتمرات. الميديا الالكترونيه او التسويق اونلاين ده ما بيتطلبش ان الناس تطلع بره كتير، ولكن من خلال الجوجل او الوسائل التقنيه دي بيقدر يعمل التسويق. نعم. بس ده للسياحه الانديفيدوال مش للجروبس. نعم. ولا سياحه المؤتمرات. نعم. طبعا الحقيقه دكتور حسام يمكن وقت الحوار انتهى سريعا، ولكن خلينا يعني نهني مصر ووزارة السياحة المصرية في على فوزها بالتأكيد برئاسة المجلس التنفيذي، وخلينا نكون متفائلين المرحلة الجاية للسياحة في مصر انها ان شاء الله تكون ترجع تاني كمصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي وترجع تاني بإذن الله. احنا متفائلين انها هترجع ان شاء الله، ومن 1 نوفمبر هينزل عدد كويس من السياح من اوروبا ومن دول مختلفة زي الهند والصين وغيره ان شاء الله. في النهاية بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام هزاع، عضو لجنة السياحة الخارجية بغرف السياحة شركات السياحة، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم، شرفت بحضرتك، متشكر جدا. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، بكده حلقتنا النهارده في هذا الصباح بتنتهي، بنرجو ان احنا نكون وفقنا في عرض محتوى كل هذه الحلقه، ان شاء الله بكره مع حلقه جديده واسرة عمل جديده، فشكرا والى اللقاء. شكرا يا دكتور جدا، الله يخليك. الوقت عدى بسرعه، فانا كان نفسي طول اكتر. انا عندي